من أجل كل من فقد أباً أو أماً أو أخاً نصلي لك، فأنت الأب والأم، الأخ والصديق، القادر بحبه أن يضمد جراح السنين ويضمن الأيام القادمة. يا رب، نصلي لك أن تعطي عبيدك في سوريا الحكمة ليجدوا المخرج من أزمتهم. نصلي أن يكون الألم والخوف، الضيق والموت باباً لمستقبل أفضل. طمئن أنت القلوب واحمي النفوس واصنع هناك أمراً جديداً يا رب.